I
Thank you.
ماذا تسمع في معركاتهم الآلية؟ أم ماذا؟ لا تحزن أيها المريض، فأنتم الأقرب مني. هيا صف لنا نفسك. أنا الكوكب الرابع في المجموعة الشمسية، كما أن مساحتي تقدر بربع مساحة الأرض. ولكن عرفي أنت بأنك الكوكب الأحمر أيضا، فلماذا يا مريخ؟ نعم، لأن رطبتي مليئة بأجاسيم الحديد الحمراء. ولكن هل صحيح أن لديك جبال ووديان ممتدة أيها المريخ؟ نعم، وجبالي أكبر من جبال الأرض، كما أن لدي أكبر مكان مجموعة شمسية. وأعطيه حول الشمس كل 365 وربع يوم.
لقد تفاجأت من حدث. والآن حان الوقت لنفض هذا النزاع. هل توافقون جميعا على اختيار أفضلكم؟ قبل أن أصدر حكمي أطلب منكم الوقوف بحسب قربكم مني. وأقربها لي وحرارتك مرتفعة جدا. أما أنت أيها الزهرة، نجم الصباح أو نجم المساء، فجوك حار لا يصلح للحياة. وأنت أيتها الأرض الوحيدة الصالحة للحياة، والوحيدة الذي يظهر بها كسوف الشمس، ويستغرق دورانك حولي 365 يوم وربع. وأنت أيها المريخ الكوكب الرابع ربع مساحة الأرض، وجبالك أعلى من جبال الأرض. أما أنت أيها المشتري أكبر الكواكب وأضخمها حجما، فأنت عملاق. وأنت يا زحل أجمل الكواكب، ويدور حولك حزام من الكويكبات. وأنت يا أورانوس الذي يسير عكس دوران الكواكب، ولديك 27 قمر. أما أنت يا نبتون الكوكب الأزرق رابع الكواكب الضخمة، ولديك 17 قمر. يا أبنائي، لكل منكم ما يميزه، فلا تحزنوا ولا تختلفوا، فلكل منكم جماله وميزاته. ولكني أرى أن كوكب الأرض هو أفضلكم، لأنه كوكب الحياة ويعيش به الكثير من المخلوقات الجميلة. شكرا جزيلا مدرسة رياض الصالحين الخاصة بإدارة غرب المنصورة على هذا العرض الرائع المكنى بعرض المجموعة الشمسية، إعداد وإخراج المبدع الأستاذ أحمد موسى.